نقول تعليق الجمعية أو موقف الجمعية من التقرير الذي أصدرته إحدى الجامعات الوطنية للنقل السياحي، أقول بين قوسين أقول الجامعة، لأن هناك فدرالية وطنية للنقل السياحي وهناك جامعة تقرير صاحبته هي جامعة، والذي مما جاء فيه مطالبتها بالحصول على رخصة استثنائية لممارسة مهنة نقل المستخدمين. لا بأس أن أضع المتتبعين في الصورة حول قطاع نقل المستخدمين، خصوصا مدينة طنجة اللي كتعرف على عدد هائل ديال الشركات الصغيرة جدا، واللي كيفوق العدد ديالها 550 شركة، لا تتوفر إلا ما بين واحد العربة إلى خمس عربات في قطاع نقل المستخدمين في مدينة طنجة. وهذه الشركات هادو معرضين بشدة إن صح التعبير للانقراض، لأن جميع الأعمال ديالهم هي واحد 80% من هذه الشركات اللي العدد ديالهم أكثر من 550 كيشتغلوا مع قطاع النسيج، وأنتم تعلمون أن قطاع النسيج متوقف كليا بقرار إداري. بقى واحد النسبة قليلة كتشتغل على الكمامات، فالنسبة ديال العمل ذات الشركات 50% منهم متوقف كليا، 50% الأخرى كتشتغل بواحد النسبة ديال 40% أو 30% فقط. المستخدمين ديال القطاع كلهم متضررين، وينذر هذا الوضع ب إن صح التعبير يعني بكارثة اقتصادية على الشركات الصغيرة جدا، إن لم يكن هناك تدخل للجنة اليقظة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الشركات اللي هم مجموعين كيشغلوا واحد نسبة كبيرة من المواطنين. بعد كل هذا وبعد كل يعني جميع القطاعات متضررة وبعض الضرر اللي كيعيشه قطاع نقل المستخدمين، يعني وصل إلينا أن هناك جامعة ديال النقل السياحي كطالب باش تحصل على رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من النقل. هي شركة النقل السياحي كطالب ممارسة نقل العمال، هذا يعني ما اعتبرناه في كمهنيين ديال نقل المستخدمين كتطاول على مهنة أخرى مهيكلة عندها دفتر وتحملات خاص يؤطرها، وأيضا اعتبره المهنيين المتضررين تضييق محاولة تضييق على أرزاقهم، في حين أنه كانت دورية قبل هذا اللي سمحت أصحاب شركة نقل العمال اللي عندهم النقل السياحي في نفس الوقت أنهم يكملوا البارك ديالهم بالنقل السياحي يعني لسد الخصاص. هذا رحبنا به ويعني ما فيش مشكل، لكن أن يتم يعني التطور بهذا الشكل على مهنة أخرى فهذا غير مقبول إطلاقا. ويعني نتمنى على أن يكون فعلا كما سمعت أن سحبت هذا المطلب هذا، وبأن الوزارات المعنية رفضت هذا المطلب. ختاما يعني احنا كلنا متضررين، احنا ماشي صراع بين فئات او غير ذلك، ولكن هناك حلول، وعلى المعنيين بالامر ايجاد الحلول المناسبة دون الحاق الضرر بجهات اخرى. شكرا لكم.